وصلنا على الصعيد الحضري 75% ديال الساكنه اللي تستفد من ذلك، ولكن في المقابل بالنسبه للعالم القروي ما تنتجاوزوش 10%، وهذا كذلك نقص كبير اللي هي ان شاء الله غنعطيه الاولويه في هذه الولايه الحاليه اليوم، باش يمكننا ان شاء الله نجعلوا ان العالم القروي كذلك يستفد، خصوصا ان ملي تنتكلموا على تطهير السائل راه في الواقع تنتكلموا على المواطنات والمواطنين، وتنتكلموا على اشكاليه كبرى بالنسبه كذلك المدارس، وخصوصا الفتيات اللي تمشوا للمدارس القرويه، ولان بحكم تكون في المراحل فتلقاو صعوبه انهم يواصلوا الدراسه. اذا هذا من الامر اللي غنعطيوه الاولويات، ونركزوا على المناطق اللي فيها المدارس.